بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، وبفنائك أحط رحلي، وبجودك أقصد طلبتي، وبكرمك أي رب أستفتح دعائي، ولديك أرجو فاقتي، وبغناك أجبر عيلتي، وتحت ظل عفوك قيامي، وإلى جودك وكرمك أرفع بصري، وإلى معروفك أديم نظري. فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي، ولا تسكني الهاوية فإنك قروة عيني. يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي، ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري. إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي.